بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا حوار قصير مع الأسرة المسلمة التي استضافت الأخت الكاملة شحاتة زاخر زوجة الكاهن المنياوي تداوي السمعان، والتي أسلمت لربها ثم هاجرت إليه وتركت بيتها وذهبت لكي تشهر إسلامها، ولكن سلمت إلى الكنيسة ولا نعلم مصيرها حتى الآن. هذه الأسرة المسلمة هي معنا الآن في حوار حول تفاصيل إسلام الأخت كاميليا والتفاصيل التي كانت عليها الأخت قبل أن تسلم إلى الكنيسة. معنا أخونا أبو محمد وابن محمد والأسرة كلها معنا إن شاء الله تعالى في حوار قصير. فأخونا أبو محمد يريد تحدثنا عن إسلام الأخت كاميليا والتفاصيل والحيثيات التي كانت عليها قبل أن تسلم إلى الكنيسة. بسم الله نحمده ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على الأخت كاميليا جزاها الله خيرا وردها إلينا سالما مسلما مؤمنا إن شاء الله تعالى. كبر قصة معها، أنت جاءت مكالمة تلفونية من طرفها فقالت تريد أن أعتنق، أن نريد أن أعتنق الإسلام. طيب أنت من أي القرى؟ قالت أنا من درماس. طيب يعني أنت تأتي؟ قالت يعني في المعاد متحدده. فأنا قبل ما يأتي البيت والمكان والأحوال دي حوالي يومين كده، هي اتصلت تاني، كانت هي مستعدة ومجرد ما قالت أنا مستعد الآن. كان وقت متأخر من الليل، فانتظرت في مكان ما اللي قلت لي عليه ورحت المواصلة جبتها على البيت. رأينا فيها من البداية والله الصدق والأمانة والإخلاص والنية الخالصة للإسلام فعلا. فالأخت لا يختلف عليها مسلم ولا مسيحي من ناحية أخلاقها العالية والأمانة والصدق والمعاملة الطيبة مع كل الناس. فعاشت بيننا حوالي يعني 3 أو 4 أيام ثم زرت بها إلى القاهرة. فكانت في خلال 4 أيام دول كثيرا ما تقرأ القرآن وكثيرا ما يعني تسأل عن أمور الدين، وكانت يعني فعلا كل أذان صاغية. ولاحظت فيها تضحية من أجل الله عز وجل عندما تركت ابنها سنه 1.5 سنة يعني من أجل الله عز وجل. فهذا لا ينمي إلا عنها يعني إنسانة مضحية من أجل الله عز وجل. يعني كان زوجها كما حكت لي له أمانات عندها، يعني تبرعت من الكنيسة كده لأني عرفت فيه بعد أن زوجها قمص. عرفت أن زوجها قمص فقالت له هو كان بيجيب تبرعات من الكنيسة، فكنت بحطها باسمي في صندوق البريد. فراحت صرفتها حوالي 35,000 جنيه وحطتها في مظروف وكترت عليه ده كله من كل الفلوس اللي باسمي بتاعت الكنيسة، لان عارفة لو انا مشيت انت مش هيجي تصرفها تاني. بس ما جاتليش كده يعني، جات له في وجود لا كترت عن مظروف يعني. فبعدين خرجت واتت الينا يعني فمن ضمن برضه الاخلاص بتاعها وان هي داخل الله عز وجل او الامانه، فبرضه سابت باقي ذهابها في البيت. قالت البعض بعته والبعض ايه تركته. قلت له والله انا طبيعي لو انت جبتيه الاسلام كان هيرجعه، فكنت راجع فلوس لاصحابها والذهب لاصحابها. ف المهم يعني لقيت انسانه يعني حتى جاءت مغتسله يعني، وده سبب يعني انت لسه جديده. انما الذي يخاف الله ويخشى عقابه هم العلماء. فقلت الان انا ارتحت جدا لهذا العمل او لهذا الراي يعني او لهذا التفسير. فربنا يكرم يعني اسرت في الاسره كلها
وحبوها وحبتهم. حتى كان عندي بعض الأخوات برضو اللي كانوا يعني يريدوا الإسلام، فكان يعني مزيف الاهتمام، فكان كثيرا يقول لهم لا دي فرصة يعني حاولوا تهتموا شوية وربنا يكرمنا وإياكم، يعني أنتوا خرايكم وسبت عليكم، فلابد أن يعني تأخذ الدين يعني بجد شوية. وأخيرا سافرت بها للقاهرة لشهادة المطلع من الأزهر شهادة الاعتناق، ثم توثق من وزارة العدل للإشهار. بعد كده الآن تمكنت، ولكن القدر حال دون ذلك، إن أنا أمسك الشهادة بعد ما أوثقها من وزارة العدل ما في أحد يستطيع أن يرد. ولكن حدث هناك ما لا يحمد عقباه، وحسن الله يوم نعم الوكيل. كل ما بدأنا نحن أول يوم دخلنا الأزهر وكان معي واحد ثاني اسمه أبو يحيى، فربنا كرم و يعني عملنا الورق وجرع التوقيع الظهر أزهر، ذهبنا تأدية صلاة الظهر، ثم رجعنا كان في جمدة حوالي 10-11 حالة وتشهر أو أكثر. فأنا بقول لهم يا رجع عشان نحن صعيدة وبعد شوية عايزين نورج الوقت عشان نبدأ نلحق وزارة العدل النهاردة. فاسمها ايه؟ قلت اسمها كان ليش حاجة. فمسك الورق وقال اه، وراح ضرب كف كده وقال لا دي جاي انا يعني اوامر بان دي تحال بكرة، ان شاء الله تجيبها بكرة، هتحال اللجنة من القساوسة بحضور الامن. وغررونا بكلمة وإن أصرت فانطلع لكم شهادة، وإن كان رأي خلاز ذلك يعني تظهر مع القصص. وعلى هذا الأساس يعني رجعنا في نفس اليوم بدون أن يعني نفعل شيء غير أني وقعت الورق وزال في الأزهر يعني، ووقع شهود برضو على ذلك نزل شهادة الاعتناق. ثاني يوم محتارين نروح ما نروح. هو في ورق موقع عليه بإيديها في الأزهر؟ أيوه في ورق موقع على بإيديها على شهادة الاعتناق في الأزهر. ماضية موقعة واثنين شهود موقعين برضه وصور بكلكم الآن. فربنا يكرم. بعدنا نروح مع بعض أنا والأخ معايا ده، نروح بيها ثاني ما نروحش لأن خبايا شوية لا كده. أنا كان رأيي حقيقة ما نروحش. ولكن لما لقينا الاخ ده جاي الكلمتين دول راح داخل لجوه ولقينا يتصل بيه، عرفنا انه بيتصل بالامن، فقلنا احنا نسبقه ونتصل ونحكي لهم الحكايه. فاتصلنا بامن المنيا بحيث انه هو المحافظه التابعة عليها، وحكينا لهم الحكايه، قالت خليكم معنا على التليفون دايما واحنا نقول لكم تعملوا ايه. بصراحه كنا نرى فيهم صدق في الكلام يعني، والله اعلم بالنوايا. قلنا خلاص بلاش تروح بكرة، فخلاص سمعنا طاعة. فبعد شوية في الفجر كان في الوقت ده غير مواز قامت يعني نظام مظاهرات وملا مظاهرات والمنى مظاهرات ومجازين اتوبيسات وركبوا فيها وجينا للأزهر. فالأمن المنيا منعهم كلهم من السفر للأزهر، وظن منهم ان كده بيجي الموضوع في الازهر امن ومحدش جاي. فاتصل بينا الساعه 7 الصبح وقال لي يلا الطريق مفتوح قدامكم، حاولوا تخلصوا اوراقكم واحنا امامنا الطريق. ففعلا ركبنا عربيه ورحنا بدري، ولكن يعني قبل ما وصلنا في الزحمه كده لقينا انا يعني حقيقه اللي شفته في الازهر كانه ليس الازهر، يعني الاحوال تؤسف، يعني خساسة كثيرة وبر المبنى وخارج المبنى وداخله، وأمن يعني كثير جدا. ويمكن احنا قلنا لها بره لما شفنا الوضع كده عرفنا مكان العربية ورقم العربية ودي عارفة لونها وديناها المفاتيح، وقلنا لها انت امشي ورانا بشوية في حين لو زنقت الأمور ترجعي أو نشوف نديك شهر ترجعي وكأنك لا تعرفين ولا نعرف. وفعلا من على الباب يعني وجدنا هذا الأمر، فشرنا لها بطريقة خفية رجعت هي منتقلة طبعا محدش يعرفها،
ولكن احنا الاثنين شكلنا معروف، فمشى علينا مسؤول امن ومعها واحد من النصارى، فبيقول بطيبكم. فقلنا له بصراحة احنا مش يعني احنا داخلين كبيرائية ولا داخلين ازهر نصلي، احنا مش عارف هو تخصص هذا بتاع تخصصتوه الدكتور يعني بيحطوه، احنا مش عارفين اذا كان يعني بيجي كبيرائية بين يوم وليلة الازهر الشريف منبع الاسلام في القاهرة وفي الوطن العربي كله بل في العالم كله بيعدوه، يبقى نأسف للقساوسة ونقول له احنا داخلين غلط. فزي يقول لك المسؤول عارف كده وكسف، فقال اتفضل وصلي. رحنا صلاه الضحى كان يعني كنا على ضوء الحمد لله، وخرجنا لقيناهم متابعين، وفعلا سالونا تاني